أهلا وسهلا فيكم. اسمي نجم غانم من شركة الغانم Operations Manager في فرع الإمارات. شركة الغانم هي شركة أسست في 69. الهدف من هاي الشركة هي خدمة الصناعة بشكل عام، وإلنا وجود قوي في الشرق الأوسط، منغطي أكثر من دولة في دول خليجية ودول الشرق الأوسط بشكل عام. إحنا بنشارك بويتكس صارنا تقريبا أكثر من 6 سنوات، وكل مرة شايفين ويتكس عم بتطور أكثر وأكثر، ومشاركاتنا عم بتزيد أكثر وأكثر. بلشنا اشتراكنا في ويتكس في بوث كان جدا صغير، بس شفنا تفاعل الناس اللي بتيجي وتفاعل الخاصة المصنعين والكاستمرز اللي بيشتغلوا مع شركة ديوا، فهذا الحكي دفعنا وشجعنا ان احنا نشترك بشكل اكبر، واحنا هاي السنة جولدن سبونسر في ويتكس. طبعا احنا نعتبر حالنا من الكونتراكترز او المقاولين والموردين المهمين في شركة ديوا. في عنا عقود بننفذها قاعدين مع شركة ديوا خلال الشركات الماضية وخلال السنوات الماضية وهاي السنة، وإحنا بنعتبر حالنا بارتنر لديوا في الحقيقة، وحاليا عم بنشتغل على تطوير الباور جنريشن بلانتس من خلال الصيانة بعض الإكويبمنت القديمة أو من خلال سولوشنز إحنا بنقدمها لشركة ديوا. طبعا ويتكس خلينا نحكي بشكل عام بمنطقة الشرق الأوسط هو إيفنت جدا مهم، لأنه زي ما أنت شايف بجمع سواء السبلايرز أو الموردين والمصنعين من جهة، وبنفس الوقت بجمع الباور جنريشن بلانتس أو خلينا نحكي اللي هم مصدرين الطاقة في المنطقة. والإضافة المهمة اللي عم بتصير على ويتكس هي إضافة الجرين انرجي أو خلينا نحكي السولر. في هاي السنة كان إضافة جدا مهمة، زي ما أنتوا عارفين السولر عم بتطور بشكل كبير في المنطقة. والله في أول إشي المشاركة قوية جدا من الشركات، الإقبال خلينا نحكي شوي شوي عم بيزيد وبتحسن، وشايفينه احنا يعني في شركات مهمة مشاركة سواء كسبونسرز أو سواء كشركات مشاركة في المعرض. والله احنا طموحنا ان نكون عم نخدم الصناعة بشكل كبير، نحاول نطور مجالات عقود الصيانة اللي قاعدين بنطورها مع شركة ديوا والشركات الثانية في المنطقة، سواء في الاويل اند غاز او في قطاع الصناعات الحديدية او صناعات الالمنيوم، وبنحاول ان نعمم هاي التجربة تاعتنا وهذا النجاح على بقية السكتورز. بنحب نشكر قناة حواس لوجودها في المعرض وتغطيتها الدائمة في المعارض المهمة اللي مثل هيك.